شارك سعادة السيد عبد النبي سلمان النائب الأول لرئيس مجلس النواب وسعادة السيد حسن إبراهيم حسن عضو مجلس النواب في اجتماع لجنة الأمن والسلم الدوليين في إطار أعمال الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي المنعقدة في جنيف. وتبحث اللجنة صياغة مشروع قرارها بشأن مواجهة الآثار الاجتماعية والإنسانية لأنظمة الأسلحة ذاتية التشغيل والذكاء الاصطناعي، وهو الموضوع ذاته الذي بحثه منتدى النساء البرلمانيات من منظور جندري ومنتدى البرلمانيين الشباب من منظور شبابي.